كرة فيها تسويبة. الله، الهدف الأول يأتي في الكرة الماضية. بابا موسى قلب الدفاع المتقدم يسجل لنفط الجنوب. الكرات الثابتة هي كلمة السر للوصول إلى الشباك في هذه المباراة. النيجيري بابا موسى ينجح في أن يحول الركنية الماضية إلى شباك. ياسين كريم لاحظ لعبة بابا موسى. يا سلام، والله يعني هذه من الأمور الصعبة. هو تقريبا أقرب لخط 18 من خط 6 ياردة في الرأسية الماضية، ومع ذلك الله 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 الله، والله ممتازة، يضعها بشكل رائع جدا الكرة الماضية.